كدير بودكاست تلقى روحك انت دير الاخراج لروحك، تبل روحك، وانت دير المونتاج لروحك. تما ديكو هاد الفيس درناهم كاع، بدينا بهم طورنا، بدينا فيها في كتابه سيناريو من فيس تخربيش هكا كنا نكتبوها مع فيس خفاف، حتى دي زاتولي اون برين ستورمينغ، حاجه بروفيسيونال مع ناس كبار في الدومين. سامير زيان ولا مستر اكس جان الجيريان، بيت من يوتيوب، رحت للسيناريو ورحت للاخراج، رحت بزاف فايس في الانتاج، رحت بزاف فايس في لوديو فيزيوال، وما زلت نتعلم وما زلت ان شاء الله جاي. مستر اكس باسكو لي برومي طون كي بديت ندير لي فيديو كنت ما كنتش نبان، كنت ندير دي بريف وكانت غير لا فوا تاعي برك، كنت مستر اكس، ما كانش لي بيت تاعي باش نبان ولا باش نولي معروف ولا نو، جوست باش نعبر على الافكار تاعي بطريقه ما. من بعد واحد لاشين عرضت عليا خدمه وقالت لي لازم تبان، وهذيك النهار ويت مستر اكس لي بان. اون 2012 ما كانش كاين لي بودكاست ولا لي فيديو، هادو ما كانش فريمون حاجه كبيره، كانوا عندي دي زيد حبيت نعبر عليهم، كان اللي كان يرسم، كان اللي كان ما عرفش كان يدير، انا حبيت نخدم فيديو، رحت سلفت كاميرا في سيت طلع فايز كاع باسكو ما كان عندي والو، خدمت فيديو نورمالمون مونتيه في ربي 30 مينوت، درت فيها 3 ايام ل 4 ايام، مونتيتو وحطيتو في يوتيوب ومن تما مشات. كنت نخدم دي فيديو وحدي وكنت عامل بزاف مع زينغا كريزي، رمزي، سمير، دادي، كنا نتفاهموا بزاف، كنا قراب لبعضنا وكانوا عندنا دي زيد كيف كيف، الله كنا نخدم مع فيس مع بعض، خدمنا باريزون بكري واليوم خدمنا دي كليب، خدمنا بزاف فيس مع بعض، كاين اللي فيهم 1 مليون 2 مليون بالك اسلال في الوقت هذاك، صافي راه شحال لحقت 1 مليون فيو، 1 مليون فيو ما كان تيرار وين واحد يجيب 1 مليون فيو، عندك واحد 6 سنين ولا 7 سنين الله. درت قلت ماكسيموم ما حندير فيديو شوفوها بالك 1000 2000 بنادم سي ماما دوكا واش كنت نيماجيني، وهذا ما كان انا باسكو كنت نكمل في قرايتي، ما قلتش نو انا دوكا ندير يوتيوب وندير العفسه هاديه وعندي ما نكذبش عليكم ما نلعبها لكم زعما، سي جوست قلت ندير دي فيديو ليا كنت نستمتع كنت نديرهم وللناس باسكو ولاو يستمتعوا ثاني كي يتفرجوهم، هذا ما كان، هذه هي الحكايه كاع. كرينا دار البهجه سيتي بتيت سيري دو 15 ايبيزود ولا مشات، الناس عجبتهم ميتو كانت حاجه خفيفه، ومن تما بديت، من تما تعلمت نكتب لو سيناريو. زوم دي كابسول كريتيك ميديا، نقد ساخر، نهضروا على لي برودوي سورتو لي جوزو في رمضان، كوتي تكنيك ارتستيك واش فيهم واش ما فيهمش، مع الوقت بداو يفهموا بيان لو كونسيبت، بداو يركبوا بيان، بدات تعجبهم بزاف ولا يدومونديوها بزاف، وان شاء الله نكمل فيها حتى باش وقتاش نكمل فيها. حبيت نقيس شويه من الاخراج، كدير بودكاست تلقى روحك انت دير الاخراج لروحك، تبل روحك، وانت دير المونتاج لروحك، تما ديكو هاد الفيس درناهم كاع بدينا بهم، طورنا بدينا فيها في كتابه سيناريو من فيس تخربيش هكا كنا نكتبوها مع فيس خفاف، حتى دي زاتولي برين ستورمينغ، حاجه بروفيسيونال مع ناس كبار في الدومين اللي علمونا بزاف، كنت مع انور فقيه في تونس ولا كاين ديريزاتور ملاح ولا سامي فاعو، تفد مع عليهم تتعلم منهم، تولي تلقى روحك تحب ترياليزي تحب دير فيس هذوما، حاجه تجيب حاجه وفي الدومين هذايا انا جوبونس انسان لازم يكون يعرف يدير كلش باش ينجح فيه. ويا ربي بالك البلو بو سوفونير سيتي لي برومي طون، لي برومي طون كي بديت كي دخلت من يوتيوب شغل متمسخر دي فيديو في يوتيوب لا تيليفزيون، ولقيت روحي نخدم مع دي جون اللي كنت انا فان تاعهم نتفرجهم ونموت عليهم، بيونا، عثمان بن داود، بلاحه بن زيان، تسمى هادو ما دي جون اللي تكون نتايا تتفرج فيهم يعجبوك، ملي تلقى روحك تكتب لهم اي ماشي يا في بين ليل ونهار، تلقى روحك تكتب لهم وما يقاولي الديالوج هادوك ولي سيناريو تاعك ويعجبهم الحال، ايتو ما كاش عفسه اخر من هادي جوبونس.